السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعت لكم مرة ثانية في نفس الدولة اللي هي ليتوانيا. كل مرة نتكلم على شيء، تكلمنا على التأشيرة وتكلمنا على الدراسة، واليوم إن شاء الله راح نتكلم على موضوع مهم جدا، وهو اللجوء في مطار ليتوانيا. أي ليتوانيا تقبل اللجوء على أراضيها. تابعوا هذا الفيديو للآخر للاستفادة، لا تضيعوا منه ولا دقيقة. ولأي استفسار أو أي معلومة إضافية، الرجاء أن تراسلوني وتكتبوا لي كل تعليقاتكم، وإن شاء الله راح نكون عند حسن ظن الجميع وأرد على كل التعليقات. كما تعلمون، نبدأ. بالنسبة للجوء في ليتوانيا تقبل اللجوء الإنساني أو السياسي. نظام اللجوء في ليتوانيا: اللجوء السياسي، نوضحه أو نعطيكم فكرة على اللجوء السياسي أولا، الذي يحمل رقم أو كود وهو 15. الشخص له كل الحقوق والامتيازات من سكن وعمل ودم الشمس، وأيضا تمنح له منحة معتبرة من الدولة وغيره الامتيازات. أما اللجوء السياسي عفوا أما اللجوء الإنساني يحمل رقم 151، يحصل على الإقامة لمدة سنة كاملة، وفي حال استقرت بلده سوف يتم ترحيله، وإذا كان عكس ذلك فيتم تجديد الإقامة لسنة أخرى، ويمنح له بطاقة لاجئ ويستطيع العمل. الآن نتكلم على حقوق اللاجئ في ليتوانيا، وهي كالآتي. انتبهوا جيدا، أعيد: حقوق اللاجئ في ليتوانيا وهي كالآتي. أنصتوا، وكل واحد منكم يأخذ ورقة وقلم ويسجل هذه الحقوق. أولا، لديك هذه الحقوق من إدارة الهجرة والسكن في مركز تسجيل الأجانب قبول اللاجئين. استعمال هذا المركز بشكل بإمكانك استعمال هذا المركز بشكل مجاني. تنظيم وتصديق الوثائق المتعلقة بطلب اللجوء في جمهورية ليتوانيا مجانا. ثلاثة، الحصول على المساعدات القانونية بشكل مجاني. أربعة، التوجه إلى ممثلية المجلس الأعلى للاجئين التابعة للأمم المتحدة والتواصل معهم. أعيد مرة ثانية، رقم أربعة، التوجه إلى ممثلية المجلس الأعلى للاجئين التابعة للأمم المتحدة والتواصل معكم. خمسة، الحصول على تعويض تكاليف المواصلات العامة في حال استخدامها بطلب اللجوء. يتم منحك كارت خاص بالمواصلات العامة. ستة، نأتي إلى نقطة ثانية وهي مهمة جدا، ملاحظة أو نصيحة لكل الشباب الراغبين في الهجرة أو اللجوء في دولة ليتوانيا. انتبهوا، إذا أردت تقديم اللجوء يجب الاحتفاظ بجواز سفرك حتى تثبت هويتك لقبول اللجوء وإتمام الإجراءات اللاجئ لدى المفوضية الخاصة باللاجئين. وفي حالة رفض طلب اللجوء لك الحق بالاستئناف. الآن راح نركز على
مكتب خاص، أو نعطيكم أنا تفصيل أكثر كيف تجد العناوين التي تساعدك في الحصول على مكاتب الهجرة. هذه العناوين كاملة بإمكانك أن تتواصل معهم. سوف أترك لكم رابط أسفل الفيديو في صندوق الوصف للاطلاع عليه. نأتي الآن إلى العناوين، نذكرها كلها. هذه هي العناوين بالكامل، كبروا الخط شوية، إن شاء الله يكون واضح الخط. هذه هي العناوين، مثلا جبنا ما هي حقوقك وواجباتك في جمهورية ليتوانيا خلال دراسة طلب اللجوء في جمهورية ليتوانيا. بإمكانكم أن تسحبوا العناوين أو كتابتها على ورقة والاتصال أو الاستفادة من هذه المعلومات كلها لأنها تخصك بقرار من إدارة الهجرة والسكن في مركز تسجيل الأجانب أو مركز قبول اللاجئين إذا كنت قاصدا غير مصحوب وباستعمال خدمات هذا المركز بشكل مجاني. كل الأسئلة التي ترغبون فيها أو تبحثون عنها أو تريدون معرفتها موجودة في هذا الموقع. هذه العناوين، ما هي العناوين والأرقام الهاتف التي قد تساعدك؟ إدارة الهجرة لوزارة الداخلية في جمهورية ليتوانيا. واضح شباب؟ أنا أكبر الخط أكثر. على العموم نعود نذكر، سوف أترك لكم رابط هذه العناوين أو هذه المنظمة أسفل الفيديو في صندوق الوصف، ما عليكم غير أنكم تطلعوا عليها. كما ترون هنا خدمة حماية حدود الدولة التابعة لوزارة الداخلية في جمهورية ليتوانيا، مركز تسجيل اللاجئين، مركز قبول اللاجئين التابع لوزارة العمل والضمان الاجتماعي في جمهورية ليتوانيا. مثلا هذا رقم الهاتف تاعهم والإيميل، ممكن تتواصل معهم بكل حرية. هذا موقع رسمي حكومي كما ترون. كل العناوين التي تبحثون عنها هنا: جمعية الصليب الأحمر في ليتوانيا، مكتب فيلنيوس لمنظمة الهجرة الدولية، هنا يعني كل التفاصيل التي تخص الهجرة واللجوء موجودة في هذا الموقع. كيف تتم دراسة طلب اللجوء؟ يمكنك الاطلاع عليه بكل أريحية وتكون لديك فكرة عامة على برامج الهجرة واللجوء. نجيو هنايا، نرجع لصفحتنا. عندي هذه هي المنظمة، منح اللجوء في ليتوانيا. كما ترون كل شيء واضح، ما عليكم غير انكم تبحثوا في هذا الموقع. بامكانكم تسحبوه يعني في اوراق على الطبيعة والاطلاع عليه مليا للاستفادة منه. هذا كل ما يخص في موضوع الفيديو اليوم الخاص بالسفر والهجرة واللجوء. أتمنى أن أكون قد أفدتكم، والرجاء أن تفيدوا الآخرين، وتمنياتي لكم بالصحة والعافية والتوفيق للجميع إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى الفيديو القادم إن شاء الله، ولا تنسوني بالاشتراك واللايكات. وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير عني.